السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات الواحد بيبقى عايز يشتغل حاجة معينة بس مش عارف ايه الخطوات اللي المفروض ان هو يعملها. الموقع دوت learn how to become بيعرفك ازاي توصل للحاجة اللي انت عايزها. على سبيل المثال مثلا هتيجي هنا وتقول له انا عايز مثلا ابقى اكتريس، عايز ابقى بانكينج، بيولوجي، كونسلتنت، عايز اشتغل في مجال الالكتريكال. فهو بيقول لك ايه الحاجات اللي المفروض تدرسها، ايه المستوى بتاعها. يعني مثلا جرافيك ديزاين، طيب الجرافيك ديزاينر ده هيبقى ايه؟ يقول لك المفروض مثلا يدرس ايه ويعمل ايه و و والحاجات دي كلها، المفروض ايه الحاجات اللي يحصل عليها، ايه الشهادات والمرتبات بتاعتهم في امريكا بتبقى واصله لقد ايه. فبيشرح لك المستقبل بتاع الوظيفه ديت هتبقى عامل ازاي، وايه الحاجات اللي المفروض ان انت تهتم بيها عشان تبقى محترف في المجال دوت، سواء مثلا شهاده معينه او دراسة معينة المفروض تاخدها أو خبرة معينة وهكذا. ده في وظائف كتيرة مش في الجرافيك ديزاين بس. يعني عايز تبقى محاسب، عايز تبقى رجل قانون والحاجات دي كلها بالطرق القانونية، ايه الحاجات اللي المفروض تهتم بيها عشان تحترف الحاجة ديت.